بإمكانيات جد بسيطة معظمها من مخلفات بعض الأجهزة والبلاستيك، ابتكر الثلاثيني أنور واثنين من زملائه درون جزائرية. هؤلاء الشباب كشفوا عن موهبتهم في عالم التكنولوجيا، فأنجزوا هذا الاختراع في مدة لم تتجاوز 6 أشهر بعد فترة تكوين بمعهد قاسم شريف بولاية سطيف. طائرة بدون طيار درنا معها يد آلية، خدمنا لها أبليكاسيون أندرويد أزيرو، كريناها إمكانياتنا الخاصة بكل تفاصيل، خدمناها بكل تفاصيلها من الهيكل، صنع جزائري 100%. عندنا يد آلية هذه تخدم لنا، درناها في نستعملها في عدة مجالات، منها في الحرائق ليفريزون، تخدم لنا ليفريزون، نخدموا بها في المصانع، نقدروا نقدموها، درناها البرينسيبال تاعها، نقدموها الحاجة اللي وين ما يقدرش يستعمل الانسان، خطورة على الانسان. عندنا افكار نقدروا نطوروها، بار اكزومبل كيما الكاميرا، نزيدوا لها كاميرا، نزيدوا لها حوايج، نزيدوا لها مستشعرات اخرين. في نفس المعهد وبنفس الإرادة اخترع الشاب يونس ورفقائه روبوت محلي الصنع. هذا الجهاز بإمكانه المساهمة في الصناعة. طور تاعو أنه يستخدم مباشرة في خطوط الإنتاج في المصانع لزيادة في الإنتاج. كرينا سبيشالمون لابليكاسيون للروبو هذا تاعنا، كريناها أزيرو ثاني، كريناها باش نتحكموا على الروبو هذا بار بلوتوث، ونقدر نتحكموا به بار واي فاي. لاكوك حنا ثاني اللي خدمناها بمواد بسيطة جدا، يعني غير مكلفة، يعني خدمنا بالموجود. الصالون الوطني للابتكار فضاء لتفجير مواهب الكثير من الشباب الجزائري في عالم التكنولوجيات الحديثة، هو أيضا مناسبة لتقرب الاقتصاديين من هؤلاء المخترعين ومساعدتهم على تطوير إنجازاتهم للاستفادة منها مستقبلا.